السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أنا الشيف ماذا أبو سيام. طبعا اليوم راح نعمل طبق عربي جميل اللي هو دجاج مشوي مع الأرز بالفول والفطر. قبل ما نروح نسوي طبق الدجاج المشوي مع الأرز بالفول والفطر، بتمنى من الجميع عمل اشتراك في القناة والضغط على زر الجرس حتى يوصلك كل فيديو جديد في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا لعمل الدجاج المشوي مع الأرز بالفول والفطر، في عندنا هنا طبعا دجاج مقطع طبعا ونظفناه مسبقا. طبعا الدجاج حسب الرغبة لكمية الدجاج. احنا في عندنا هون مقدار 5 دجاجات، ممكن نعمل دجاج او دجاجتين. وفي عندنا مقدار كاسة من اللبن الرايب اللي طبعا راح نتبل فيها الدجاج. وفي عندنا مقدار 2 ملاعق كبار من رب البندورة اللي هو معجون الطماطم. وفي عندنا مجموعة بهارات طبعا مكونة من الكمون والهيل الناعم والكركم والبهار المشكل والفلفل الأسود، بالإضافة طبعا للملح. طبعا مقدار 2 أو 3 ملاعق من حسب كمية الأرز اللي راح نفلفله. يعني احنا عندنا هون مقدار 2 ملعقة طبعا من كل نوع. وفي طبعا رز طبعا نقعناه مسبقا بمية لمدة 1/2 ساعة وغسلناه وصفيناه مقدار 2 كيلو. في عندنا مقدار باكيت من الشعرية طبعا احنا قلناه مسبقا، شعرية مقلية جاهزة. وفي عندنا مقدار 2 كاسات من زيت الزيتون البلدي. طبعا في عندنا مقدار 1 كيلو من الفول الأخضر مقطع طبعا قطعناه ونظفناه، مقدار 1/2 كيلو من الفطر شرحات، ومقدار 4 رؤوس من البصل مقطعات شرحات، طبعا فلفل حار مقدار 4 حبات حسب الرغبة ممكن نستغني عنه. وطبعا في عندنا الآن راح نطبق الطبق هذا له دجاج مشوي مع الأرز بالفول. طبعا مكعب مرق الدجاج يعني حسب رغبة الأشخاص، في ناس ما بيحبوا يضيفوه للطبيخ، في ناس بيحبوا حسب رغبتهم. الآن طبعا نقوم بإضافة زيت الزيتون إلى الطنجرة على النار ويترك طبعا حتى يسخن تماما. الآن طبعا نضيف البصل المقطع شرحات إلى زيت الزيتون. ونضيف ايضا الفول، طبعا الفول الاخضر هنا نقيناه طبعا نظفناه وقطعناه قطع صغيرة مقدار 2 كيلو من الفول. الان يقلب الفول مع البصل. ونضيف ايضا الفطر، طبعا احنا عندنا فطر معلب، ممكن اضافة الفطر الطازج حسب المتوفر في البيت يضاف الفطر. الان نضيف مقدار 1 ملعقة كبيرة من الملح وملعقة من الكركم الناعم وملعقة من الفلفل الأسود. الآن نقلب الجميع طبعا على النار. الآن نستمر بتقليب الجميع المكونات على النار طبعا بزيت الزيتون. طبعا إذا ما في زيت زيتون ممكن بالسمن النباتي أو السمن الحيواني أو الزيت أي نباتي آخر حسب طبعا المتوفر، بس طبعا أفضل وأطيب زيت الزيتون. طبعا هذا الفيديو من الفيديوهات القديمة عندي اللي كانت على القناة السابقة. الآن طبعا احنا حبيت انشره حتى يستفيد منه الناس، يستفيد منه اكبر قدر ممكن من المتابعين والمشاهدين. الآن نقوم بإضافة طبعا الشعرية مقدار باكيت، طبعا الشعرية قليناها مسبقا احنا. والآن نقوم بإضافة الأرز طبعا اللي احنا رز نقعناه تقريبا لمدة 1/2 ساعة وطبعا صفيناه وغسلناه مزبوط. طبعا رز أمريكي مخلوط مع رز مصري سن او سن وايت حسب انواع الرز المتوفر عندنا. الان طبعا راح نضيف البهارات اللي هي الكمون مقدار 2 ملعقة كبار والهيل الناعم مقدار 2 ملعقة كبار
وطبعا الملح مقدار ملعقتين ايضا، وطبعا البهار المشكل مقدار ملعقتين ايضا، وطبعا فلفل اسود ايضا مقدار ملعقتين، بالاضافه الى الكركم مقدار ملعقتين ايضا. طبعا ملعقتين من كل نوع لكميه الارز اللي هو مقدار 2 كيلو من الارز. ممكن احنا نشتغل على في البيت على كميه اقل لكيلو او نص كيلو حسب ايش حسب رغبتنا احنا. الان طبعا بنقلب الجميع مع الارز على النار، طب الان بعد التقليب طبعا والتقليب على النار تقليب جيد، الان يعني راح نضيف له احنا المي السخنه او مرق اللحم حسب المتوفر، اذا توفر عندنا مرق لحم او مرق دجاج بيكون اطيب، واذا ما توفر عندنا بنضيف له المي السخنه طبعا المغليه على النار حسب المتوفر في البيت. طبعا احنا الان ذوبنا مرق الدجاج بالمي السخنه. طبعا مرق الدجاج احنا زي ما حكينا انه حسب رغبتنا وحسب يعني في ناس ما بتحب تضيف مرق الدجاج، تحب تضيف اللي هو بس فقط اللي هو استوك الدجاج. وطبعا الان راح نضيف مرق الدجاج اللي هو الاستوك الدجاج، الماء اللي بنسلق فيه الدجاج، هذا الستوك بنضيفه للأرز طبعا على النار. طبعا يضاف الماء استوك الدجاج أو مرق الدجاج إلى الأرز طبعا حتى يغمر الأرز مقدار يعني 2 سم تقريبا، يكون الستوك اعلى من الارز ب2 سم او حسب العيار بمقدار عقلة الاصبع، عقلة اصبع فقط. الآن طبعا يترك الأرز مع وضع غطاء حتى ينضج تماما. الآن طبعا راح نتبل الدجاج، نقوم بإضافة مقدار كاسة من زيت الزيتون إلى الدجاج، وطبعا مقدار كاسة كبيرة أو يعني حسب كمية الدجاج يضاف اللبن الزبادي، ونضيف أيضا مقدار ملعقتين من رب البندورة، ونضيف طبعا مجموعة بهارات اللي هي الملح والفلفل والكمون والكركم والهيل مقدار ملعقة من كل نوع. يقلب الآن الدجاج مع مجموعة البهارات. طبعا يمكن نقلب احنا قبل بيوم اذا في امكانيه انه نقلب الدجاج بالبهارات ونتبله قبل بيوم بيكون اطيب وافضل. الان يوضع في صواني، طبعا صواني خاصة بالشوي. وطبعا يوضع بالفرن، الآن راح نحطه بالفرن على درجة حرارة تقريبا 180 إلى 200 لمدة تقارب 45 دقيقة. الآن راح نشوي بالفرن،
نلاحظ هنا أن الأرز نضج، أصبح جاهز تقريبا. طبعا يترك حتى تنشف الماء تماما. نلاحظ أصبح الأرز بالفول والفطر جاهز. وطبعا في عندنا لوز مقلي، طبعا احنا قلنا مسبقا الآن لحم الدجاج أخرجناه من الفرن، الدجاج محمر ورائع جدا. طبعا طريقة السكب حسب احنا رغبتنا وحسب إمكانياتنا في البيت، اللي نقدر نسكب الطبق هذا ممكن نسكب الأرز في صدر كبير أو في أي طبق متوفر في البيت عندنا بنقدر نسكبه. طبعا ممكن أن يقدم إلى جانب هذا الطبق اللي هو سلطة اللبن بخيار أو السلطة العربية الناعمة حسب إمكانياتنا وحسب رغبتنا. الآن طبعا راح نضع قطع الدجاج المشوي فوق الأرز كما نلاحظ. طبعا راح نزينه الآن احنا باللوز المقلي والبقدونس الناعم أو أي نوع مكسرات توفر، يكون لوز، صنوبر، فستق، حسب إيش إمكانياتنا نقدر ندخل نزين الطبق. وطبعا بذلك نكون قد أنهينا طريقة عمل الدجاج المشوي مع الأرز بالفول والفطر. وإلى اللقاء معي أنا الشيف عماد أبو صيام في طبق آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.